كم مشاهدينا الآن إلى وهران، نتواجد الزميل كمال مهوي بمطار أحمد بن بلة بوهران للحديث عن المواجهة الأخرى التي تجمع منتخب مدغشقر أمام منتخب النيجر. كمال، هل أنت في الاستماع؟ ما هي آخر التطورات؟ نعم زميلي ياسين، مثل ما قلت في انتظار المباراة الترتيبية بين منتخب النيجر ومنتخب مدغشقر في حدود الساعة 8:00 ترتيبات يعني هنا بمطار أحمد بن بلة بوهران متواصلة لاستقبال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دكتور باتريس ماتسيبي وأيضا أعضاء المكتب التنفيذي للكاف المجتمعين بالجزائر صباحة اليوم، سيحلون هنا بوهران ومعهم أيضا رئيس لجنة التنظيم رشيد أوكالي إلى جانب نائبه ومسؤول موقع وهران بن حمزة، كلهم متواجدون في العاصمة سيتنقلون إلى وهران لحضور المباراة الترتيبية وأيضا احتفالية تسليم الميداليات لصاحب المركز الثالث. بالنسبة للحضور الجماهيري قبل لحظات يعني كنا متواجدين بالملعب، لم يبدأ توافد الجماهير إلى ملعب ميلود هتفيوس، يبدأ حوالي يعني في حدود نصف ساعة قبل المباراة، خاصة أنه اليوم عطلة والطريق يعني لا توجد ازدحام كبير في الطريق، وعدد كبير من التذاكر تم اقتناؤها عبر الموقع رغم يعني مجانية. العديد من سكان مدينة وهران تحصل على تذكرته بالتسجيل في موقع تذكرته لحضور يعني المباراة الترتيبية، حوالي 17,000 هكذا، هذا هو الرقم الذي تم اقتناء التذاكر الخاصة بالمباراة الترتيبية الذي قلت ستبدأ بداية من الساعة 8:00. كمال، بخصوص الضيوف الذين سيحلون بوهران لحضور هذه المباراة الترتيبية، سيكون من بينهم الدكتور كما ذكرت باتريس موتسيبي الذي كان في اجتماع للجنة التنفيذية، لربما لديك بعض المعطيات حول هذا الاجتماع. سنحاول يعني الاقتراب من باتيس موتسيبي فور وصوله الى وهران لربما اخذ تصريح حول ما جرى صباحه اليوم في اجتماع في مركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف برحال بالعاصمه، سناخذ يعني انطباعته حول ربما قد يعطينا الجديد فيما يخص هذا الاجتماع ونتائجه ان تمكنا. طبعا مثل ما تشاهد يعني الكل في انتظار وصول موتسيبي واعضاء المكتب التنفيذي للكاف، وبعدها سيتم التوجه مباشره الى ملعب ميلودات، في ستكون هناك حفله مصغره بعد اللقاء لتسليم الميداليه. تم توجيه الدعوات لعديد من الاوجه الرياضيه واللاعبين الدوليين السابقين هنا في وهران لحضور المباراة الترتيبية بين منتخب النيجر ومنتخب مدغشقر. زميلي ياسر. نعم كمال، سؤال أخير في عجالة، كيف كانت حالة نفسية المنتخبين اللذان سيلعبان المباراة الترتيبية خاصة بعد الإقصاء من هذه أو الخروج من المباراة النهائية، يعني تضييع فرصة التتويج بالشان؟ نعم ياسين، خاصة منتخب النيجر الذي يبدو متأثرا بالخسارة الكبيرة 5-0 أمام المنتخب الوطني هنا بوهران في مباراة النصف النهائي، وبعد ذلك يعني إصابة المدرب المنتخب يعني مدرب منتخب النيجر بوعكة صحية خفيفة الحمد لله يعني عاد إلى تدريبات وأشرف على تدريب الحصة التدريبية الأخيرة يوم أمس. لاعبين تأثروا نوعا ما لأنهم بعدما أدوا يعني مشوار لا بأس به، الخسارة كان وقعها قاسيا عليهم 5-0 أمام منتخب الجزائر بعدما تفوقوا على الكاميرون تفوقوا على غانا، ربما لم يستوعبوا الخسارة لحد الآن لكنهم مركزون ويبدون ربما عازمين على تدارك تلك الخسارة. بالمقابل منتخب مدغشقر يبدو في أحسن أحواله رغم أنه كان واحد من المرشحين للذهاب بعيدا والوصول إلى المباراة النهائية على الأقل، الخسارة رغم تلك الخسارة إنه منتخب شاب والمشاركة الأولى له في بطولة إفريقيا للمحليين، يعتبر أن الوصول إلى المباراة الثالثة في حده إنجاز، وخاصة معدل عمر اللاعبين صغير والكرة القدم في مدغشقر يعني بدأت في التطور في الآونة الأخيرة، لذلك ربما الكفة تميل نوعا ما لمنتخب مدغشقر مقارنه بمنتخب النيجر الذي لعب كل مباراته هنا في وهران منذ دور المجموعات الى الربع النهائي الى النصف النهائي. نعم شكرا لك كمال مهوي على كل هذه المعطيات، سنحاول العوده اليك فور وصول الرسميين الى وهران. اذا